بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم، وحلقه جديده جدا، مختلفه جدا، حلقه من التراث جدا جدا جدا، حلقه عن الفولكلور الشعبي. والفولكلور عباره عن انتاج تلقائي ارتجالي بيقدره الجميع، وبنحفظه وبنتوارثه اجيال وراء اجيال، واصبح جزء من ثقافتنا. وطبعا صور الفن الشعبي مختلفه ومتباينه، منها المسموع ومنها المرئي. النهارده هنتكلم او هنقدم ثلاث انواع من الفن الشعبي. هنقدم فن التنوره وفن التحطيب والاراجوز. كل فقره من دول هنشوف فيهم مجموعه من المبدعين المتميزين اللي قدروا يوجدوا نفسهم مكانه كبيره جدا في مجال هذا الفن الجميل اللي كلنا اتربينا عليه وكبرنا عليه وبنحبه وبنستمتع جدا بيه. واول حاجه هنبدا بيها فن التنورة. اسمحوا لي ارحب بضيوفي من الفنانين المتميزين فن التنورة. رضوى سعد الدين، اهلا بيك يا رضوى. فادي فؤاد حلمي، اهلا بيك يا فادي. ومعنا فرقة درويش القاهرة، المنشد عم احمد بدوي، يا اهلا وسهلا، اهلا بيك. على آلة الحانة سيد فاروق، اهلا بيك يا استاذ سيد. الطبلة سامح سليمان، اهلا بيك يا استاذ سامح. المزمار علي ابو شامة، اهلا وسهلا بحضراتكم، نورتونا وشرفتونا. انا يمكن بشوف يعني فنانين كتار بيعملوا تنوره. بقالك كام سنه بتعملي تنوره؟ من 2008. ازاي بقى؟ احكي لي بقى حكايتك عشان الناس تعرف بقى. هي كانت صدفه، يعني صدفه بحته جدا. كابتن سامي السويسي. انا نظم معلومات اداريه، بكالوريوس. اوكي. هي كانت فكره، كان كابتن سامي السويسي عايز يعمل ورشه بنات تنوره فقط، وبعد منها نلتحق بفرقه النيل الالات الشعبيه. الكلام ده كان في نهايه 2007، تم في 2008، بس انا اللي فضلت وانا اللي التحقت بالفرقه بالفعل. قعدت معاهم فتره كبيره، ومن خلالها انتقلت لفرقه تانية. يعني الفكره كانت انا داخله حب استطلاع، يعني داخله اشوف الف تنوره، صعب مش سهل، لحد ما كملت فيها الحمد لله. يعني التدريب بيتم عليها ازاي؟ يعني الناس بتشوف الحقيقه مجهود كبير، هنتفرج لسه دلوقتي، لكن انا عايز ابدا قبل ما نشوف، عايز اعرف انتوا بتتمرنوا ازاي عليها. هو في يعني خطوات معينه، بس يعني مش اي حد يعرف يعلم تنور، يعني هي فطره وموهبه. يعني اللي بيحب تنوره جدا وبيكون بقى متعمق فيها جدا هو اللي يقدر يوصل ازاي يدرب تنوره. لا اشرحي لي اكتر معلش، يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعرف الف تنوره ازاي، بس ما يبقاش عندي حته ان انا اعلم تنوره ازاي، عشان فيها كذا حاجه. يعني فيها ان انا هكسر الدوخه، فيها الثبات، فيها نفس، فيها كذا كذا تمرين، مش اللي هو انا هقف الف وخلاص، فيها كذا حاجه. مش اي حد بيقدر يوصلها للي هيتعلم تلف ازاي. خدتي وقت طويل عشان تتعلميها؟ قد ايه؟ كسرت الدوخه في 15 يوم. كسرت الدوخه؟ يعني ايه كسرت الدوخه؟ كسرت الدوخه دي يعني انا معلش اعذريني عادي. كسرت الدوخه دي يعني انا الف وما اكونش بدوخ. دي بتتكسر ازاي؟ هو من خلال الدوران في دوخه، ده طبيعي لاي بني ادم في الدنيا، بس لما ادوخ ما اقفش اريح، لاني لما هرجع الف تاني هيبقى نسبه الدوخه هي هي، لكن لما ادوخ والف استمر في الدوران نسبه الدوخه بتقل. طيب فادي، انت يمكن يعني عندك خبره يمكن اطول شويه من رضوى، احكي لنا بقى تجربتك ايه مع التنور. حب اتعلمتها برده عن طريق كابتن سامي السويسي، حبيتها. كان عندك كم سنه ساعتها؟ كان عندي 12 سنه. 12 سنه، ابتديت ان انا اتعلم، برضو خدت شهرين، وقعدت بتاع 5 سنين عشان ابتدي ان انا ادرب. درستها كويس وتعلمت ازاي اثبت في مكاني واثبت اي حد برضو لو حب اللي هو يتعلم برضو في مكانه. صعبه طبعا. اصعب حاجه فيها ايه؟ هي الدخ. الدوخه. بصراحه انا ساعات لما بشوفها اقول يا ربي ده الواحد لو لف لفتين يوقع. انتوا بتقعدوا تلفوا بالعشر دقايق اللي هي يا عم احمد صح؟ ما بتدوخش خالص انت؟ لا طبعا خالص، اقصى وقت ليا ممكن ساعه ونص. بتاخد مثلا اي حبوب او حاجه؟ في بيقولوا حبوب ولا عشان الدوخه بتاعت البحر والحاجات دي؟ ولا اي حاجه خالص خالص. اكل كويس بس غذاء. هي غذاء و غذاء واكل وتمرين. عايز تمرين؟ يعني تمرين ايه؟ انت بتفصل عن الواقع اظن. يعني هو فيها جزء اكيد، فيها جزء صوفي يمكن، فيها بعد، اشرح لي اكتر. يعني هو لما الف شمال بلف عكس الدمره الدمويه، فدي حاجه انا مش عارف منين بصراحه، بس هي بتبقى نفس اول حاجه، بتحتاج نفس وغذاء كويس كل حاجه. انا ببتدي ان انا اقدر اثبت في مكاني واقدر الف في اي وقت انا عايزه.
طيب اللبس بقى، يعني قبل ما نتفرج على العرض بتاعكم وهنتكلم على العرض برضو، بس انا عايز اعرف اللبس بقى بيتم اختياره ازاي؟ يعني انت اللبس ده مين اللي مصممه؟ ولا ده لبس التنوره؟ هو هي دي التنوره، بس الابداع في 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 تفصيل نص في 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 الرسم، يعني الابداع في الرسم، لان كل تنوره ليها رسمتها، مش كله شبه بعضه ولا كله اي الوانات، والالوانات لازم تبقى منسقه جدا. انا ممكن اجيب رسمه اوديها لحد، هو الحد اشطر حد بيفصل تنوره في مصر هو عم حكيم، لان هو اول واحد فصل تنوره. ودلوقتي يعني هو اشطر حد يعني بيفصل في مصر وبيبعت كمان بره مصر، هو برضو عنده خبره في ان هو يختار الالوان المظبوطه. يعني ممكن اوري له صوره ابيض واسود ما فيهاش الوان، هو يقول لي الالوان المظبوطه ايه، يعني ايه اللون اللي يمشي مع الثاني. طيب ده ايه بقى اللي انت ماسكه ده؟ دي تفوف، نفس الفكره. واخده نفس الالوان بتاعه اللبس، نفس الفكره ونفس الطبعه. يعني لو الصوره صغيره انا ممكن اعمل نفس الفكره تنوره، يعني نفس الوحدات دي تبقى تنوره، يعني هي نفس. طب هل الدف ده مختلف عن الدفوف العاديه ولا هو مختلف في ايه بقى؟ لان ده هو ده قماش مشدود. ده شكل بس. بس ده خشب عشان اقدر احكمه. بس لكن التانيين دفوف تانية ما ينفعش احكمها. فادي اللبس الرجالي غير النسائي في التنوره؟ لا تبقى على حسب الرسومات اللي تبقى على الجلابيه نفسها. تبقى على حسب الرسومات والالوان برضو. طيب احنا عموما مش عايزين، يعني عايزين بقى نمتع المشاهدين بلبس التنوره وشغل التنوره الجميل، وطبعا مع المداح الجميل وفرقته الجميله اللي منورنا النهارده، فهنستمتع بعرض رضوى وفادي بالتنوره، وبعدين اسمحوا لي بعد ما تخلصوا نكمل حوارنا. اوكي؟ أنا ما معي
الجمال ولا نسمال يوديني شيع وقال للنبي في يوم الحشر تلاقيه you
أهل بيت النبي أديني جيت والنبي يا أهل بيت بيت النبي أديني جيت والنبي وحياة مقام النبي تحمو نازين والنبي تحمو نازين صبري طيب للقمر بيصبروا يا مصبور أيوب على حب مصبور أيوب على حب الزمان We'll be right back.
كنت هايل وجميل والحقيقه صدر تحت. اتفضلي. اولا احسنتم جدا، وانا يعني استمتعت جدا بالعرض اللي انتم عملتوه، يعني بجد بيدل على موهبه وعلى فن جميل وفن راقي، ويعني بشكركم جدا على الاداء الجميل جدا. انتوا تعبانين بعد الاداء؟ تعبان؟ عادي. انت مش باين تعبان خالص ولا اكنك عملت حاجه. شغل شغل. وانت تعبتي؟ متعوده خلاص. ها. طب انا عايز اعرف بقى الناحيه الروحيه، يعني احنا انت قاعد يعني سامعين انشاد وتنوره واداء بالتنوره، عايز اعرف مشاعر كل واحد فيكم ايه بقى؟ رضوى هو فيها سمو، يعني فيها نوع من البعد عن الواقع مثلا؟ مش بالظبط، مش عايزين يعني مش عايزه اروح في حته في منطقه مش منطقتي. آه. بس انا هتكلم عن رضوى، هي مجرد حاله، يعني انا حاله على حسب بقى الانشاد المنشد بيقول ايه. مش بنفصل عن الناس قوي، بس ببقى ممكن اوصل لمرحله ان انا فعلا مش ببقى شايفه الجمهور، بس يعني داخله في الحاله، بس يعني موضوع يعني احساس مش عارفه اوصله ويتقال ازاي. يعني هو سمو روحي. مثلا ممكن كويسه. ايه يا فادي؟ نفس النظام. بتحس بايه بقى وانت بتأدي الاداء ده؟ انا شايفك يعني في عالم تاني خالص ومتجرد تماما، وناس انك انت في الاستوديو وناسي الكاميرات، انت حتى ما بصيتش الكاميرا، انت قاعد بتؤدي بشكل تلقائي جدا. بحس لو طلع اللي جوايا، لو عندي هموم بحس ان انا بطلعها تعابير. يعني ممكن ده يكون فيها تنفيس عن الطاقه اللي جواك، عن الضيق اللي جواك، عن الحزن اللي جواك. حاجه كده. طب بتحس بسعاده بعد ما تعمل؟ طبعا، كفايه انا ببسط الناس. هل انت بتعرف تعلم بقى تنوره؟ يعني انت طبعا ممكن تعلم حد تنوره؟ يشترط في ايه بقى في اللي عايز يلعب تنوره؟ بس الاول كذا واحده من دي تبقى تقيله عشان اثبته في المكان اللي هو يقف فيه. ده اول حاجه. وابتدي انا اخليه يلف، حتى لو يعني كل شويه يبطل برضه ابتدي انا ارجعه تاني يلف. عموما انا بهنيكم وبشكركم جدا على الفقره الجميله دي، انتوا اسعدتونا فقره التنوره. وبكرر شكر للفرقه، وهكونوا معانا انتوا لسه ان شاء الله الفقره الثانيه، لان احنا بعد ما استمتعنا مع حضراتكم دلوقتي بالاداء الجميل لرضوى وفادي على التنوره، هنشوف فن اخر من الفنون الجميله جدا ايضا، الفولكلور الشعبي، فن التحطيب، وايضا هكون معانا هذه الفرقه الجميله بعد الفاصل. زي ما قلت في بدايه الحلقه، النهارده حلقتنا عن الفولكلور الشعبي. الفقره اللي فاتت شفنا التنوره، دلوقتي ميعادنا مع التحطيب. والتحطيب الحقيقه فن من الفنون الشعبيه والموروثه الجميله. كان عندنا فرقه رضا، اظن من اشهر الفرق اللي كانت بترقص يعني رقص شعبي وبترقص وتحطب، والحقيقه يعني مستمد من التراث ومن الماثور ومن التاريخ الجميل للشعب المصري وتاريخه وصعيده وغيره وغيره وغيره. معانا النهارده فرقه جميله جدا في التحطيب، احمد سعيد عبد المعطي، اهلا بيك يا احمد. ومحمود حسن شحاته، مظبوط، اهلا بيك يا محمود. وطبعا الفرقه دي كلها فرقه فادي شو، برضو هي فرقه متخصصه، وبرضو بكرر الترحاب بفرقه دراويش القاهره، منورنا ومشرفنا. ايه بقى يا احمد، احكي لي موضوع التحطيب والرقص الشعبي ده جاي عندكم ازاي؟ فكرتوا فيه ازاي؟ هو جه الاول كانت هوايه من الاول، اتفرجنا على فرقه في الحديقه الثقافيه، فالعروض جميله واستمتعنا بيها، ففتحوا باب تقديم، من باب التقدم قدمنا، ابتدينا نتعلم اول حاجات المبادئ الاول والاساسيات، بعدين دخلنا على الصعيدي والاسكندراني والفن الجميل ده. بتفرق؟ بتفرق. اه كل حاجه وليها برضو التكنيك بتاعها. التحطيب مش صعيدي بس؟ لا، التحطيب مش صعيدي بس. امال التحطيب رقص، وفي مهاره فرديه، وفي مهاره جماعيه، وفي تقديم عرض كامل شباب وبنات بيبقوا مع بعض. فبيفرق التحطيب عن الرقص، عن السولو نفسه الفردي. فالصعيدي نفسه احنا بعصايه،
هو اصلا بعصايه. فاحنا خرجناها يعني مش احنا، الاستاذ محمود رضا طبعا خرجها بعيد عن الرقصه اللي هي السعيد البحر. يعني انتوا واخدين فرقه رضا هي النموذج الرئيسي؟ النموذج طبعا فرقه يعني ريت نبقى حاجه زيها باذن الله يعني. بس عندنا خرج المنظومه بتاعت الاستاذ محمود رضا من السعيد اللي هو التقيل، خرجوا الاستعراض جماعي، الاستعراض فني جماعي من بعيد عن الارتجالي. خرجنا حركات منسقه بتدريبات معينه والكلام ده كله. بس محمود في الحديقه الثقافيه برضك اللي هي فنون الطفل، رحنا وقدمنا وبتاع واتقابلنا وكانت هوايه. انت اساسا دارس ايه؟ انا دارس برضك ثانويه عامه. معايا ثانويه عامه، رحنا قدمنا في الحديقه الثقافيه قابلونا وقعدنا فوق السنتين نتعلم لحد ما اتقنوها يعني. وبعد كده ابتدينا فادي معانا كان معانا في الفرقه، جمعنا عمل معانا فريق، بقينا بنشتغل كلنا جروب واحد مع بعض لحد ما بنطلع حاجه حلوه. عظيم. طيب انا مش عايز يعني اخد من وقتكم كتير، انا عايزين بقى نستمتع بيكم. اظن هينضم لكم ايه حسين فتحي وشروق حسين فتحي، ونسيبكم بقى عشان نشوف مجموعه من التحطيب او الفن الشعبي الراقي الجميل. اتفضل. شكرا. We'll be right back.
يعني زي ما استمتعنا وشفنا الحقيقه فعلا فن شعبي راقي وجميل. يعني اعاد الذاكره عندنا لو بنفتكر زمان فيلم اجازه نص السنه والاقصر بلدنا وجميع الاعمال الجميله اللي قدمتها فرقه رضا. انا اظنكم انا بهنيكم على العرض اللي انتم عملتوه، طبعا بهني زمايلكم ايه وشروق، لكن واضح ان فعلا انتم متاثرين جدا. يمكن قبل ما اشوف ما كنتش متخيل قوي قد ايه انتم متاثرين من فرقه رضا. حاسس ان كل واحد فيكم يعني مستلهم روح محمود رضا وبيحاول يقلده، شايف برضو يعني محاوله يعني محاكاة فن الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، ولا مش عارف صلحولي. طبعا ايوه آه. في الأستاذة فريدة طبعا عملت كتير من الاستعراضات، فاحنا بنحاول نتفرج ونطلع من الفيديوهات والرقصات، بنطلع الخطوات البسيطة السهلة اللي احنا نقدر نشوفها من غير ما حد ما يديها لنا، فبالتالي بنتمرن عليها. ومعانا فادي، كلنا بقينا مجموعة كبيرة الحمد لله. الأول اتبنت على 4 أفراد، دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني بقى عددها كبير. وسافرنا قدمنا عروض بره من خلال الفرقه، سافرنا سوريا وتونس واسبانيا، قدمنا عروض تبع الفرقه الحمد لله. يعني هل بتجدوا يعني في عروضكم يعني ترحاب من المشاهدين اللي بيتفرجوا؟ طبعا. هل لسه الفن الشعبي او فن التحطيب لسه ليه رونقه وجاذبيته عند المشاهد؟ طبعا ده فن شعبي، يعني فن شعبي للشعب كله بيحبوا يتفرجوا عليه، يعتبر يعني كل من كل محافظه رقصه شكل بتتقدم، يعني ده لمصر كلها مش لفئه معينه او كل فئه، يعني كل محافظه في مصر لها يعني الفولكلور بتاعها ولها اساساتها وكده، فطبعا الناس بيبقى لها اقبال عليها طبعا. عظيم، انا بهنيكم جدا وانتم اسعدتونا واسعدتوا يعني هذه الحلقه الجميله باداء الفن الراقي الجميل، وبشكركم، اتمنى لكم النجاح لكم ولزمايلكم. وبرضو بشكر جدا فرقتنا الجميله اللي كانت منورانا ومشرفانا النهارده، اسعدتونا جدا بالانشاد والصوت الجميل والعزف الجميل، ولسه مستمرين مع الفولكلور الشعبي بعد الفاصل الأرجوز. يا سلام اللي شفته في المنام، ازيك؟ اهلا وسهلا. انت حضرتك واقف هنا بتعمل ايه؟ حضرتك؟ ايوه اسمها حضرتك واقف هنا بتعمل ايه؟ ليه؟ عشان انت بتكلم راجل. اول مره نشوف طاجن بيتكلم. طاجن ايه يا جدع انت؟ ما ده بقول لك راجل. راجل يعني ايه؟ مش عارف يعني ايه راجل؟ لا انت نوعك ايه؟ ها انت نوعك ايه؟ بني ادم يا ابني. ما احنا كلنا بني ادمين. ايوه يعني انت مذكر ولا مؤنث؟ مش عارف. ما علينا ما علينا. ممكن اتعرف بحضرتك؟ ها اتعرف بحضرتك؟ تتعفرت بحضرتك يا عم. تعفرت ايه؟ بقول لك اتعرف بحضرتك. يعني انت تعرف امشي؟ اعرف ايه؟ امشي. وانا نعرف امشي. انت تعرف امسي وانا اعرف امسك. ايوه. انا اسمي امك عثمانة. اهلا وسهلا. انا اسمي امك عثمانة. اهلا وسهلا. انا اسمي امك عثمانة. اهلا وسهلا. انا اسمي اهلا وسهلا. خلاص يا عم عثمان انت هتغنيها؟ خلاص يا اخي. اهلا وسهلا يا عم عثمان. وانت بقى حضرتك امسك ايه؟ انا اسمي ايه؟ ها؟ انا اسمي هشام. ها؟ اسمي هشام. اهلا. اهلا. ازيك يا عم شكمان؟ امشي يا غدا انت من هنا. يا دماغي يا دماغي.
شكمان ايه يا عم؟ امال ايه يا اخي؟ المهم حضرتك جاي هنا ليه وعايز ايه؟ انا جاي عشان نشتغل وناكل ايش؟ عايز تشتغل؟ ايوه. والله انت ابن حلال. ليه؟ ربنا بيحبك. والله؟ اصل امبارح في راجل جه هنا وكان عايز واحد علشان يشتغل بواب، ايه رايك؟ طب ما انا بحبه. بتحب ايه؟ اكل كباب. يا ابني كباب ايه يا ابني؟ امال ايه؟ بقول لك تشتغل بواب. بواب؟ بس عرفتها. ها تشتغل ايه؟ امسك الكلاب. يا عمي كلاب ايه؟ بنتي يا اخي مالك؟ بقول لك بلاش البواب. اه امشي يا بواب. ايه امشي يا بواب. خلاص امشي يا بواب. ايوه مشينا البواب. بلاش. ايه رايك لو تشتغل غفير؟ بس يكون فطير بسكر. يا ابني فطير بالسكر ايه؟ انت جاي جعان. ايه ولا؟ بقول لك غفير. غفير يعني ايه؟ اقول لك ولا بواب ولا غفير. امشي يا بواب امشي يا غفير. امشي يا بواب امشي يا غفور. انا هندهلك الراجل اللي هيشغلك. زي بعض. خليك بقى واقف هنا. هاد يا رجوز. انا طب اطلع يا رجوز هتكلمني من جوه كده. حاضر. سيدي على الرواق. المهم في راجل جاي بيسأل عليك علشان خاطر عايز يشتغل يعني. من هو؟ واقف وراك اهو. انت بتبص فين يا رجل؟ ببص ورايا. لا وراك، وراك على ايدك الشمال. فين ايدك الشمال؟ وفين ايدك اليمين؟ حلوة قوي. لخبطهم على بعض الاتنين؟ لخبط. قول لي بقى فين ايدك الشمال؟ ايدك الشمال فين؟ بتلخبطوا. يا ابني اتلخبطوا يعني اتحركوا من مكانهم. اه دي شمال ودي مين؟ اه دي شمال وذي مين. دي شمال وذي مين. خلاص خلاص خلاص. على ايدك الشمال بقى على طول على طول على طول. حاضر. يلا. يا ابني تعالى. يا رجل ايدك الشمال على طول الشمال. ايوه هو ده. ايه ده؟ هو ده. اه هو ده. تشتغل. ايوه طب اهو يا عم خلاص اهو هتشتغل اهو. ها أه؟ هتشتغل. اه بيشتغل. اه خلاص اهو الاسافه اشتغلت. ايوه طول بالك مش تستنى اما تقبض يا اخي. تقبض ايه؟ استنى اما اروح اشوف الراجل راح فين. ايوه انا كمان اهو. اوعى. ها امسك. ايه ده؟ العصايه النبوت. عصايه عصايه. انت تقول عصايه وهو يقول نبوت. المهم المهم نعمل بيه ايه ده بقى؟ خلي بالك من باب السرايا. بيقول ايه؟ بيقول لك تقف هنا وتخلي بالك من باب السرايا، باب البيت يعني. ايوه وافرض واحد دخل في السرايا وما يعرفوش نعمل ايه؟ هنضربه. ايوه هنضربه. ايوه بس هنضربه عشان افهمك. استنى استنى هو قصده يعني يقول لك ايه؟ مش اي حد تضربه. ها لان انت لو دخلت البيت ولقيت واحد غريب داخل بيتك وانت ما تعرفوش. اكيد لازم تضربه. صح كده. ايوه بس كده يعني. فهمت. ماشي بس خلاص. واذا كان واحد زيك كده ولابس ترتور نعمل فيه ايه؟ نضربه. انت واقف في الهديه. ايه يا ابني ده؟ ما قال لي اضربه. يا ابني مش ده. والله العظيم قال لي اضربه. طب خلاص خلاص خلاص. ايوه والله. يلا بقى روح شوف شغلك. ايه ده؟ عم عثمان. عشان ايه ده؟ انت نايم ولا بتعطس؟
وبعدين لما تيجي تعطس تحط منديل على بقك. عم عثمان عشان عم عثمان ايه ده؟ الراجل ساب الشغل ونام، ينفع كده حد يروح الشغل يسيب الشغل بتاعه وينام؟ نعمل ايه بقى؟ أراجوز نعم اطلع بسرعة. خير الحق الراجل بابا اللي انت شغلته بابا ساب الشغل ونام. يا ابني ما ماتش، بقول لك نام. تعمل له اول حاجه لازم ترفضه من الوظيفه دي لانه ما يستحقهاش. المفروض اللي يروح يشتغل شغلانه يا اما يشتغل يا اما ما يشتغلش. تاني حاجه خد منه العصايه ومشيه. حاضر يلا. اللهم يا رب تستر يا ساتر. بشويش انا معاك طيب بشويش بس. صحيح انا يا أراجوز؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك يا أراجوز؟ ازيك يا استاذ، اخبارك ايه؟ والله سهلا. وانت طيب؟ وانت طيب. وعود عليك الهاب بالخير. وعليك. اتفضل. عامل ايه؟ الحمد لله. انت عملت ايه في الراجل؟ ما قلتلوش حاجه. انت موتته ولا نيمته؟ ولا موتته ولا نيمته. يا عم عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عم عثمان معلش حلقت نومك يا عم عثمان. معلش يا عم عثمان. ده الراجل نايم خالص. عم عثمان. عم عثمان ده انت نومك تقيل قوي يا عم عثمان. شوف بقى كسلي. اه صح. خلاص بقى مشي يلا يا رجوز. اصرفه. يلا خد منه العصاية. ايوه ما تضربوش بقى. ها تضربوش بقى. تو ايه ده؟ ايه ده؟ ده مفيش، ده نايم. خليها نامية. ايوه يلا بقى مشي. صباحو. مين اللي بيلعب في البوابه؟ برافو. زي ما شفتوا حضراتكم الأراجوز، هذا الفن العريق، هذا الفن الجميل، هذا الفن اللي سحرنا واللي اثرنا على مدار تاريخ عمر طويل جدا جدا، يمتد الى يعني اقول ايه اكتر من 70 80 سنه. تاريخ الأراجوز في مصر تاريخ كبير، وفنانينا المبدعين كانوا كتار، ومش هننسى ابدا فناننا الكبير الراحل شكوكو اللي كان اجمل أراجوز. مش هننسى الأراجوز في الزوجه الثانيه، مش هننسى الأراجوز في الحفلات واحنا صغيرين وفي اعياد الميلاد وغيره. أراجوز هو شخصيه جميله جدا، كان بينتقد وكان كلامه فيه اسقاط سياسي، وكان ممكن يقلب الدنيا وكلامه كلام بسيط، وبرده كان بيلعب دور كبير في التربيه ونشء الاطفال ويوجههم. معايا النهارده فرقه جميله جدا، فرقه ومضه لفن الأراجوز. معانا طبعا الأراجوز اللي انا برحب بيه ومنورنا ومشرفنا، ويا ريت يطلع لنا بقى بصورته عم صابر. اهلا يا عم صابر. اهلا وسهلا. انت طيب حضرتك؟ كل سنه طيب يا عم صابر. عود عليك لام بالخير. منورتنا وشرفتنا. ازيك يا أراجوز؟ اهلا وسهلا بكل سنه وانت طيب. وطبعا مشرفنا الفنان علي ابو زيد المشرف على الفرقه. اهلا وسهلا ونورتونا وشرفتونا. نقعد شويه مع بعض. احكي لي بقى يا عم صابر، بقى حكايتك ايه مع الأراجوز؟ يعني ربنا يديك الصحه، فوق ال 75 سنه وليك تاريخ حافل وكبير جدا في الأراجوز. انا حكايتي مع الأراجوز دي يعني هذا الفن اللطيف. العروسه الشعبيه دي أنا بحبها، وعشان بحبها وبحب الفن لحد الوقت لحد الآن، يعني أنا متعلم الأراجوز ده بقالي 50 سنة. السن بتاعي 75 سنة. أنا من حبي في الفن لحد الآن مش قادر أسيبه أبدا،
يعني انا يخشى عليا العروسه الشعبيه دي، يخشى عليا ان الناس ما تقولش ان الراجل ده في ذهنه حاجه تانية، اخده كده في حضني طول الليل كانه عيل من عيالي. لاني انا عشقت الفن ده واشتغلت في الموارد 10 سنين عشان حبي في الفن. بعد كده اما اتعلمت وبقيت كويس التجأت لشارع محمد علي، اشتغلت مع اعياد ميلاد والنوادي والفنادق، يعني لما لقيت نفسي بقيت كويس فالتجأت بالمرحوم محمود شكوكو، عبد العزيز محمود، محمد طه، احمد عدويه، فقهوة اسمها قهوة التجارة في شارع محمد علي. الناس اللي كانوا بيروحوا معانا الموالد لمؤاخذة الرقاصين والمطربين والمولوجيست يعني الفنانين. اما شافوني رحت محمد علي عرفوني بالمرحوم محمود شكوكو. قالوا له الاخ صابر ده بيشتغل أراجوز. الراجل بصراحة الله يرحمه ما كانش عنده أي حقد من أي حد، أو ما كانش عنده يعني غيرة ولا حاجات زي اللي احنا بنشوفها. قال له قعد، قال لي قلت له قال لي طب سمعني. سمعته كان في أغنية كان بيقولها هو غاويها دائما، كان بيقول إيه؟ على سيلي ملي التور ما يشعبطني يا ابوي، على سيلي ملي التور ما يدغيته هو، لا الطالع عارف يطلع ولا النازل عارف ينزل، يا ابوي يا ابوي يا ابوي على سيلي ملي التور ما. رحت قايلها له في الأراجوز، قام لقيته ابتسم بالضحكه كده والضحكه بتاعته الحلوه، قال لي لا انت شاب يعني بصراحه وجاي منك وهتبقى كويس. بقى يبعتني حفلات اعياد ميلاد، مدرسه، نادي. ما كانش الاول في يعني اعياد بالمؤاخذه حضانه، كان في كتاب. الكتاب بس الرساله بقى مين بقى يمكن يعني استاذ علي اللي يقول لي مين اللي بيالف الكلام بتاع الأراجوز؟ مين اللي بيقول المورال او السيناريو اللي بيقوله؟ النمر بتاعت الأراجوز كلها نمر ارتجاليه، تراث شعبي محفوظ. لان معظم النمر ديت كانت بتحاكي احداث حقيقيه في الواقع، زي ما حضرتك قدمت قلت ان الأراجوز له لسان سياسي، له لسان اجتماعي، له لسان حتى اوقات الحرب. الأراجوز عنده نمره اسمها حرب اكتوبر بتتكلم عن انتصارات الجيش، الأراجوز عنده نمره اسمها الأراجوز في المدرسه بتتكلم على ازاي الطفل بيعامل الميس في المدرسه، وكل النمر بتبقى عبارة عن قيم تربوية، لأن هو هدفه في الأول والأساس أن هو يوصل رسالة للطفل إزاي يبقى في المدرسة، إزاي يبقى في البيت، إزاي يبقى في الشارع، حتى وقت الحروب كان بيزرع فيه القيمة دي. بالإضافة إلى أن زي ما قلت لحضرتك أن ده تراث شعبي محفوظ بتتناقله اللاعبين من جيل لجيل لجيل لجيل. يمكن زي ما قلت لحضرتك اللي هي الدراسة اللي عملها الدكتور نبيل باجت مدير الفرقة جمع فيها حوالي 24 نمرة. كتاب رائع جدا. لكن عم صابر خليني أسألك يعني يمكن عشان وقتنا يعني انتهى، يمكن هل التأثير بتاع الأراجوز وحضرتك ما شاء الله ربنا يديك الصحة والتعافي الله يعني عاشرت أجيال كتيرة جدا وحضرت أطفال بقوا كبار النهاردة، يعني أنا شخصيا بصراحة عمال أفتكر، أنا أظن وأنا طفل صغير حضرت حفل حضرتك يعني، وأنا يعني أظن المعلومة دي صحيحة. عايز أعرف هل الجيل بتاعي والجيل اللي بعدية واللي بعد بعدية بتلقوا الأراجوز بيتعاملوا معاه بنفس الكيفية ولا اختلفت الأمور؟ حاليا الأراجوز هو الأراجوز فعلا كان هينقرض يعني، بس لحقوا الدكتور نبيل بهجت. دلوقتي احنا شغلنا كله تربوي، بنعلم الطفل الاحترام والواجب، يسمع كلام بابا ويسمع كلام ماما، ياكل الاكل في الطبق كله عشان يبقى صحته حلوه، يغسل رجليه قبل ما ينام. بس الصوت ده بيطلع منين؟ نعم صوتك ده بيطلع منين؟ بيسال على السر. السر الامانه. الامانه سر الامانه. لا ده سر الامانه دي انا طلعت لقيته موجود. يعني عاوز حضرتك تعرف ان دول ايه. دي اسمها الامانه. كانت الاول يعني الامانه.
ما بقتش امانه دلوقتي. لا، علشان اقول لحضرتك حاجه. لان بتاع الاراجوز الاول كان بيخش التياترو ما بيخشش قدام الجمهور. كان عامل له باب خلفي من الورا، من خلف، ويخش محدش يشوفه. لدرجه انا لما شفت الاراجوز كنت مفكر دي اطفال صغيره وهي بتعمل العرض ده. لما التجأت اليهم وقعدت معاهم 10 سنين عشان اتعلم دي بالذات. ايه بقى دي؟ هي الامانه اللي بيقولوا عليها. اسمها الامانه. اشرحها للدكتور عمرو ازاي بتتكون يا عم صادق. هي حاليا دلوقتي اسمها الزماره. علشان احنا بقينا دلوقتي بنشتغل عيانا بيانا قدام الجمهور. دي بتحطها في بقك؟ وبتتكلم بيها. دي حته استلس. بنقطعها بنعمل لها بومبي في النص هنا. بنجيب لها شريط لمؤاخذه اسمه شريط ناموسيه. من عند اي واحد من بتوع الخردوات. الشريط ده بنخمره في الشاي 3 ايام. بعد كده بنديله مكوى عشان ينيم الوبره بتاعته. بعد كده بنلف على فرده من دول ويبقى الشريط من الداخل كده وفرده ومن فوق كده. هنا بقى العلام بتاعها بيكون ايه؟ الانسان ما يحطهاش تحت لسانه، لا، فوق اللسان اهي اهي. عند البلعوم على اول منطقه لخروج الهواء من الاثر الهوائيه. اهي. وبنديها بقى حته عاليه كده عشان خروج الهواء ما يطلعش من. بس حضرتك عملت صوتين، عملت عثمان والاراجوز دلوقتي، دي بتطلع الصوتين؟ لا، بتفضل زي ما هي لانها عامله مكان. لان هو يا دكتور بيلزقها في سقف بقه على اول منطقه، ولما بيجي يتكلم بصوته الطبيعي بيروح سايبها مرخرخ. بس عم صابر عايز يوضح ايه؟ ان هو من كتر ما بيستعملها فعملت مكان عنده مجرى بقت بتخش فيها وتبقى سقف. عموما يا عم صابر انت نورتنا. انا فخور ان انا قعدت مع حضرتك النهارده. انت راجل من يعني القامات الفنيه الكبيره جدا في فن الاراجوز. انا سعيد جدا بوجودك معايا، وسعيد جدا بوجود الفنان المحترم علي ابو زيد، لان هو راجل مدير فرقه عامله شيء جميل وبتحافظ على التراث مجرد ان الاراجوز يكون مازال مستمر. واهتمامنا يعني بالاراجوز جه من نقطه واحده بس. احب اقول لحضرتك عشان نوصل رساله، نقول نحن لدينا ما يستطيع ان يعبر عنا كمصريين بصفه خاصه وكعرب بصفه عامه. يا ريت بقى نختم الحلقه بالاراجوز. ترجع بقى تاني. تحب تسمع ايه بقى حضرتك؟ الاراجوز يختم بقى، يكلم الناس يقول لهم باي باي. دي حلقه من بوضوح كاميرا. اغنيه الاول. اتفضل زي ما انت عايز. وهو قاعد ولا هنا بقى؟ نرجع هنا. طب خلينا على البرافان يا عم. البرافان دي حلقتنا النهارده كانت بوضوح زي ما شفتم، كانت عن الفولكلور الشعبي المصري الجميل اللي احنا بنحافظ عليه، اللي بنستمتع بيه، واللي احنا بنجد نفسنا فيه. واتصور كل واحد في جيلي واللي اكبر مني واللي اكبر منه كلهم لما بيفتكروا الحاجات دي بيسعدوا بيها، وحتى الاجيال الصغيره انا واثق انها هتبقى سعيده لما تشوف هذه الحاجات الجميله، ودي حاجات مستمره لانها مرتبطه بالتراث. حلقتنا النهارده بوضوح انتهت. هنختم مع الاراجوز، هو بقى يختم الحلقه. اصبحوا على قد كده. Bye-bye. Bye-bye.